السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اهلا وسهلا. مرحبا تريب جديد ان شاء الله وكنتشكم مجموعين من طاقة اخرى جديدة. وحنا دابا كنفطروا مع عباس. احسن فطور في العالم اخوتي انت. فين فاطرين ولا؟ عطيهم شوية فطرهم فطرهم اخي. خوتي انت صدفة خير من الف. كمل اخر انت شو عم تلاقينا انا في الطريق عندك مع الحديث راح قول القران اسيد اشوف تلاقينا مع هاد الاصدقاء ديالنا وهاد بلاد البلاد تا هما يطالعين على الله تلاقينا معاهم في الطريق طالعين على الله مغمضين عينينا انا اللي طالعين على الله وتلاقينا معاهم باش نرى ورقه وسين وداك الشيء ويلي ان شاء الله فامي. يلا وصلنا دابا اخوتي لبني حسان وخليكم معنا باش نكتشفوا هذه المنطقه مزيان هذه المره هذه وغنوريكم شحال من حاجه هنايا ان شاء الله. وهذا هو البلان. علي هوب هوب سير اخويا داكشي هو طوموبيل سبحان الله السلام عليكم الله عيان بزاف واريد الشرب الماء هنا. واش اخوتي كنتمنى تكونوا بخير وتكونوا مزيان. دابا الساعه ليل العشرة 10 الصباح. يلا وصلنا تقريبا ضربنا واحد نص ساعه ديال الطريق. الدراري هما هنا سبقونا. حنا جينا غير ثلاثه بينا تلاقينا واحد جوج دراري ولاد البلاد نيت هنايا. anyway دابا حنا عاد غادي كنقلبوا على شي بلاصه تكون مزيانه نحطوا فيها لا طونط وهذا الشيء اللي كاين. خليكم معنا ونتلاقاو دابا شويه. الله وصلنا دابا للبلاصه فين غادي نديروا لا طون ديالنا. او باو فين جا 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 الدري عرفتو راه تلاقينا العام اللي داز هنايا وحنا جينا عاوتاني وبقى عاقل علينا الله يحفظك. اني يسمنش بعدا التوخي سمني جمال جاب لينا الخبز العام اللي داز الله يحفظك اخي جمال. يلا خوتي خليكم معنا على ما نديروا لا طون ونرجعوا لكم. الي هو هذا البلان اخي باروش. ويلي بعد ما طلعنا رجلنا لا طونط بعد ما صوبنا لا طونط ديالنا رجلنا كلشي دابا غادي نجمعوا العواد باش يلا نفطروا باذن الله. احنا عاد غنفطروا صاحبي هذا الشيء اللي كاين. علي خليكم معنا. هوب خوتي نتمنى تكونوا بخير ولاباس عليكم. دابا احنا طالعين واحد العين باش نعمروا الماء. الدراري خليناهم يجمعوا لينا الحطب باش يشعلوا العافيه باش صوبوا الفطور وموراها ان شاء الله الغداء. راه ما قال لكمش واحد الحاجه شنو هي عنيبات.
حيدنا العنب. حنا غاديين لواحد العين هنايا وغادي نعمروا الماء وان شاء الله نرجعوا ونصوبوا الفطور وموراها ان شاء الله الغداء. من بعد ان شاء الله نتحركوا ونوريكم هاد البلاصه مزيان وتشوفوا تكتشفوا معنا هاد البلاصه هادي. ياه هذا هو البلان. هوب احنا سخنا العيبات بدر هو كيريقل لينا هنا نيدو حليب وهذا. يلا غنفطروا حنايا وعاد نوجدوا عاوتاني الغداء والمساء. حنا جايين غناكلوا هنايا ما جايينش سهرة والو لا فل. علي خليكم انا فامي ما تخلعتي اش لا فامي. دابا فطرنا وسالينا انيوي دابا حنا طالعين لواحد البلاصه هنايا غنصاوبو طاجين و وكاريزل عليهم الماء يوريهم زوينه. قال لك دابا الماء كيهبط من هنا من هذا الشلال هو لاني حابسينو الفوق حيت كيسقيو شي حاجه ودابا رجع علينا مشكل. ولكن كنتمنوا يجيو شنو نتمنوا يجيو يتبردوا شي شويه والله العظيم. عليه خليكم معنا. هوب معرض عاد اخوتي والله الا يلا وجدنا الطاجين ها هو ولكن بدات كطيح الشتا. يعني واي حنا صوبنا دابا لاطون ديالنا وصوبنا ليها هاد اللعيبه هادي باش الشتا ما تدوزش علينا هي من هنا. هذا هو البلان. حنا بغينا اسمح لنا عمو الى تخلع لحظات اي سهل عليك. الناس كتخدامه في الشتا هانيه المافو. نشوفوا الطاجين فين وصل والشتا عفو. يا 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 هذا شوفي جلبانه. اي 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 الطاجين راه غادي وراه واجد خصو غير اللي ياكلو. تا وجدنا الديسير وجدنا العالم ويا تجي الشتيوا على باروش. باسي هذا فين مشى باروش؟ انا دخلت تمايا. وليدي ايوا يا هو العنب وجدنا هنا الديسير العالم خصها اللي يقصي. المهم جات الشتا حتى هي بحلاوتها ماشي مشكل ياك اخي بدر داكشي اللي كاين. علي خليكم معنا. كنتمنى تكونوا بخير وكدوزوا وقيته زوينه وكالعاده حنا تغدينا وسالينا قافيه داكشي هو هذاك. تغدينا وسالينا وجدتنا شويه الشتا. المهم دابا راه ما بقاتش كطيح وراه حبست. طلعنا لواحد القمه هنا واحد الجبل الفوق بغينا المهم نوصل للقمه ديالو ونشوفوا الدنيا كي كتبان من تما. المهم خليكم معنا وغادي نصور لكم كلشي هادشي اللي كاين. دابا راني واقف في واحد البلاصه راكم تما وكداو هادي محمد ها هو هنايا. خوتي بخير شكي دايره الدنيا الفوق الدراري هما فين غاديين لاين. غادي نخليوكم معنا ونتلاقاو دابا اخوتي. حنا دابا طلعنا تقريبا ماشي اعلى قمه لان مازال شويه البلايص كدايرين هنا يعني مازال البلايص هنا طالعين. ولكن كاين واحد البلاصه فين كيتسالاو الديور هنا في بني حسان فين كيساليو الديور وصلنا تقريبا. وحنا دابا على طون طرح حطينا تحت الجبل تحت مازال غادي نهبطو مازال لاين راه الريح شي شويه ما عرفتوش كتسمعوا ولا لا. المهم هادشي اللي كان في هذا النهار هذا هما الدراري منين جايين ناضي ناضي. اوب افامي خوتي كديري مزيان بخير. حنا رجعنا من داك الجبل من الكبال وجبنا الماء غني ما انتو اخويا مسلح انت كتشوف كما كتشوف لا هنا وهنا كل كبال. المهم جبنا شويه التفاح وشويه ديال والله يسمح لنا وغادي نمشيو نشويو هذا الشيء وغادي نتعشاو به وغادي
الله يسمح لنا هادشي راه بالاخبار الله يسمح لنا على ما نشعلوا العافيه. انا بالتصوير عسو اخوتي صافي اي اللي مازالين قصارين معنا انا معاكم تي طلع النار العز اخوتي وديروا لايك ديروا لايك وديروا جيم وديروا سبسكرايب ديروا لايك وديروا جيم وديروا اعجاب بالانجلي وبالفرنسي وبالعربيه وبجميع اللغات المهم ديروا لايك بالنسبه للناس اللي يلا كيدخلوا لاشين عندي جداد ما تنساوش ديروا سبسكرايب لتحت في لاشين تلقاوها هنايا المربع هو هنايا بالاحمر ما تنساوش ديروا لايك للفيديو باش تشجعونا باش تزوروا مناطق وحدين اخرين جداد هادشي اللي كاين خزيناهم نشوفوا ان شاء الله بلوك جديد وغدا ان شاء الله على خير.